كيف تجاوز عليه هذا؟ شاهد. كيف تجاوز عليه؟ تفضل انت مكرم. رد عليه ليش تجاوز عليه؟ انت مكرم مكرم. مكرم طيب ليش تجاوز ليش سمحت؟ ان شاء الله تفضل. طيب اول شيء يا استاذ هذه انا ما عندي تفاصيل بالضبط وهذا الحين حاليا بس انا لا لا بدون تفاصيل هي ما لا كتب ولا هاي سامع برزية الخميس الخميس النبي ما يقوى على الكلام أدي ما يقوى على الكلام لأن يريد يكتب لنا كتاب لن تظلوا من بعده أبدا زين ش عجب من فارة لأبي بكر صار صاحي طيب طيب نفترض أنا سلمت لك جدا يا أستاذ وعد أن صح كلامك وسلمت لك بس أنا ما عندي تفاصيل بالضبط بس أنا عندي سؤال استفسار لك يا أستاذ وعد قول طيب الحين عندي سؤال للأستاذ وعد بعد ذلك بس أبيك تجاوبني عشان أسترسل في الإجابة قول قول بعد ذلك يعني قول طيب الحين من هو زوج الثلثين بالتعليم أبي طالب جاوبني السؤال بعدين أنا بسترسل استغفر الله العظيم يعني والله العلي العظيم بالله الكريم لا تعرفون تجاوبون لكم هذا مذهب عندكم انتوا عندكم مذهب انتوا عندكم مذهب والله العظيم مضحكه صرت الأمة لا اله الا الله يعني حادثه يعني لا تفتهمون نسال ما تجاوبون 2100 عن قصار والله اريد لي واحد بس واحد بيكم يفتهم والله العظيم ملينا ما بيكم واحد يفتهم يعني تبقون بنفس وهذا 7000 مره نجاوبيها من الزواج ام كلثوم؟ ايش ما ادري يروح يشوف ام كلثوم مدفونه بمصر؟ تجاوب السؤال يا معود تعرف تعرف شلون طرقع هذا؟ شنو دخل؟ خل اخدمك شنو دخل هذا اخونا ناصر اخونا ناصر بس اسالك سؤال شو دخل اسمع شو دخل العرس والزواج والخطوبه والهاي بموضوعنا؟ طيب حلو انا سالتك يا استاذ قلت لك انا لا 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 بالتفاصيل وما اقدر اجادلك ليش بس تسالون انت يا اخ ناصر بس انا لا ما يخالف انت ما يخالف بس اقول هاي 30 ثانيه وانت تفضل انت تقول هذه ما اعرف وجزاك الله خير الجزاء انت شجاع لانه من قال لا اعلم اصاب نصف العلم انت قلت ما اعلم انا اسال سؤال هذول المشايخ اللي عندكم في المسجد وصاركم 1400 سنه شلون يخدعوكم يقول لكم انه ابو بكر هو الافضل وهو ما في شيء على ارض الواقع شلون انخدعتم طيب تطلع انا قلت لك لا اعلم الحين انا قلت لك جاوبني على سؤالي عشان استرسل الاستاذ وعد بعد ذلك يعني من هو الزوج عشان انا عندي اشكال على الكلام لله العظيم ولا تقدر تطلع من حكايه كل شيء ما يفتهم هذا صفر هيك ممكن تجاوبني يا استاذ وعد من هو زوجها ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما اعرف ما تعرف طيب ما في مشكله في سنه الشيعه جزء 19 صفحه 453 تقول ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب لقد مات ابي في وقت الغداوه ومات زوجي عمر في وقت الغداوه ومات ابنها زيد ابن عمر بن الخطاب في نفس الوقت بلى قرانا السند دقيقه قرانا السند طيب دقيقه لا اي قرانا السند خليك كمل كلامك انا ما قاطعتك لا لا من البدايه انت بس لحظه لا انت مو الان الكتاب اسمع اسمع مو الان الكتاب امامك امامك لا لا حافظ لا ما يصير حافظ شوف ليش الشيعي لا اخونا انت من شوف اولا انت تطرح اسمع تطرح موضوع مو انا افتح انت على المدعي البينه اسمع بجيبها لك الان اسمع عمر اسمع يا اخي اصبر ما لا لا كمل بدون كمل بدون مصدر ولا بمصدر مصدر مصدر يلا اخر السند من البدايه تفضل خليني اكمل خليني الحديث القبله حديث القبله حد كمل الحديث يا اخي خليني اكمل بعدين قول لي ادري كمل بالمصدر يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله طيب خلاص تفضل خليني اكمل طيب بعدين قول المصدر من الروا شنو من الروا من الراوي منو الراوي راوي مين طيب بجيب لك السند كامل بجيب لك الحين بس دقيقه لا تقاطعني اعطيني 30 ثانيه وقتي يلا تفضل طيب فهذا السند في حديث صحيح المهم فاذا كان الزواج هذا قد حصل فكيف لعلي بن ابي طالب وهو يعلم الغيب ان يزوج منافق اول شيء ثاني شيء هدوء هدوء خليني اجاوبك على هذه قبل الثانيه قبل الثانيه وحده دقيقه لا
حبة 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 للي تحبه. اصبر واحدة 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 واحدة. الآن علي عليه السلام زوج. الآن عندما يزوج الإنسان علي ومحمد صلى الله عليه وآله إنسان مأمور أن يزوج بالظاهر ولا بالباطن؟ حلو. طيب هذا الزواج حدث قبل كسر الضلع ولا بعد كسر الضلع؟ قلب الناب إلى موضوع آخر. شوف إخواني هرب من موضوع الزواج إلى كسر الضلع. شوف لا 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 طيب أنا كيف أزوج واحد كسر الضلع؟ لاحظ أخونا أخونا أنت مو أنت أنت خرجت من موضوعنا وإكراما لك يا أخي لحظة الله يرضى عليك إكراما لجنابك الكريم خرجنا من موضوعك إلى موضوع الزواج رغم هو مو موضوع. فالآن سألناك عن الزواج رحت الكسر الضلع راح أروح وراك الكسر الضلع تروح للمتعة أروح للمتعة تروح هو هذا بالله عليكم ما عندكم اسمع الآن علي بن أبي طالب اسمع علي بن أبي طالب زوج عمر ابن الخطاب ابنتهم كرثوم لأنه يحب عمر وعلاقتهم مودية وعلاقتهم من أحسن ما يكون. اتفقنا؟ طيب اتفقنا؟ أحسن أحسن اسمع بس لا تقاطعن لا تقاطعن أحسن. شوف إخواني علي ارتضى عمر دينا وزوجا لابنته فحب عمر وقبله. طيب إذن علي يناقض النبي لم لأن النبي صلى الله عليه وآله لما خطب عمر ابنته فاطمة رفضه. إذن النبي لا يقبل دين عمر بن الخطاب لأنه قال من ارتضيتم دينه وخلقه فزوجوه. فعلي يناقض ابن عمه الذي سبقه وهو ليس سني لأن المفروض علي بن أبي طالب عليه السلام يتبع سنة النبي اللي سبقته واللي قال لعمر امشي. فما لم يزوج عمر بن الخطاب فمعناه النبي لا يرضى دين عمر ولا يرضى خلق عمر وعلي ارتضى فعلي يناقض النبي. تشرب تقبل ولا لا؟ خلصت انا الحين ارد عليك. انت تقول ان هذا مناقض للرسول مو انا اقول النبي لا 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 تقولني في كتبكم بسند صحيح. اسمع لا 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 اسمع لا تتقول علي اقاطعك اذا تتقول علي اقاطعك. نبيك محمد صلى الله عليه بعد ان اتفقنا ان عليا زوج عمر لانه يرضى بدين عمر وباخلاق عمر اذن علي يخالف النبي لان سبقه النبي في كتبكم ان النبي رفض عمر إذن النبي يرفض دين عمر وأخلاق عمر وهذا في كتابك تقبل؟ طيب ما في مشكلة عندك علي دين عمر كيف قبله؟ لا خليني يا عمر إي علي متناقض أنا أقول لك إي 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 علي لم يتبع النبي لأن صحابي عندكم ولم يتبع النبي. الآن تقبل أن النبي رفض أبو بكر وعمر فهم لا أخلاق ولا دين؟ لا رفض انت تقبل علي. طيب علي ليش تقبل؟ لا اشهد المقداه يا عمي لا حول ولا قوه يا اخوان اريد واحد يصمد بالنقاش يا اخوان احنا مو اتفقنا يا ابو عبد الرحمن لحظه لحظه يا ابو عبد الرحمن يا سنه هو اتفق وياي ان الذي يزوج معناه يحب هذا نسيبه وحبه وحب دينه وزوجه. إذن النبي يكره عمر لأن رفضه والنبي قال من ارتضيتم عمره عمره وأبا بكره فزوجوه وما ارتضاه. طبعا هذه فلم من ارتضى هذه ليش موجودة؟ أيوة هنا هنا المصيدة أصبر هنا إذا طلعتها من كتبكم اسمع إذا طلعت أصبر أصبر قال ما موجودة إذا لبست لك إياها من كتبكم شو تقول؟ اسمعني قلت كلام أصلا مش موجود هذا الكلام. إذا طلعته هدوء إذا طلعته شوف أنت الآن قلت في مستند الشيعة أنا الآن أضع الكلام أمام الناس على الشاشة أمام الناس. طيب لا تقطن إيه طيب. لا تقول ما موجود. طيب أنا ما أتكلم يا ناصر
أنا من طبيعتي لا أتكلم إلا بالدليل ولله الحمد والمن. شوف الآن جبت هذا، هذا البخاري، هذا مسند أحمد بن حنبل، هذه شروحات البخاري، هاك شروحات البخاري، وهذه شروحات مسلم. أنا مجهز كل شيء بالدليل وبالأوراق. هذه الأوراق الله وكيلك، بعد شوية البخاري يصير قنفذ من كثر الأوراق اللي بي. أنت الآن لا تهرب. النبي رفض دين وأخلاق عمر وأبي بكر، تقبل ولا ترفض؟ وقتي يعني الحين وقتي أنا سرت. جاوب على سؤالي، جاوب. طيب لا. مثل ما أنا جاوبتك لا. جاوب. لا لا خلني أكمل أعلق على. آخر فرصة أعطيك يا أخي، عندنا برنامج. آخر فرصة. لحظة. الحين عندك ترضى لا تهرب، لا تهرب. أنت ارتضيت الأولى أن علامة المحبة هو التزويج، إذا عدم التزويج كر. والله يا أخواني إذا سألوكم لماذا سموا أولادهم باسم عمر وأبي بكر على التجوز باسم عمر وأبي بكر، قولوا لهم أن هؤلاء يكرهون محمد صلى الله عليه وآله ويكرهون الحسن والحسين، لأنه إذا كانت تسمية الأولاد علامة الحب فعدم التسوية علامة البغض، وأبو بكر وعمر لا سموا حسن ولا سموا حسين، إذن يكرهون الحسن والحسين. والله مين ما تروحون ألبسكم إياها والله العظيم. الآن نرجع إلى المسألة، النبي رفض أبو بكر وعمر عندما خطبا الزهراء عليها السلام، فإذن النبي لا يقبل بدين أبي بكر ولا يقبل بدين عمر ولا يقبل بأخلاق أبي بكر ولا يقبل بأخلاق عمر. يلا تشربها تفضل. أنا جاوب. حلو. أنت تقول أن أبو أن عمر رفضه النبي لأنه لا يقبل. مو أنا أقول هذا في كتابك النبي، ولكن النبي يقول عشان بلوه يذلك. مو أنا أقول، النبي صلى الله عليه وآله هو يقول. النبي يقول. عفي. النبي ليش تزوج بنت عمر بنت أبو بكر؟ يلا. ها أحسن. لأن أنا أقولها شوف الشيعي والله ثانية ما تأخر، لأن النبي تزوج من اليهود لأن اليهودية تكون عندنا، ولكن هو ما زوج ابنته لليهودي. شلوني؟ النبي إذا تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، فأيضا يجي اليهودي مثلك يقول يا وعد يا لامي، يقول له إيه سم يا بعد الليل الأخو، يقول ليش النبي تزوج من اليهود؟ وخير إن شاء الله يهودية وتزوج، لكن هل النبي أعطى ابنته لليهودي؟ لا. فالنبي تزوج بنت أبي بكر، هل أعطى ابنته لأبي بكر؟ إذن ما يرتضي أبي بكر، مثل ما لا يرتضي اليهود. شلوني؟ رأسا نطيتك إياها بالوريد. الآن أرجع لسؤالي. هل يرتضى زوج يهودية؟ اي علي بن ابي شلون تزوج النبي لانهم ارتضوا دينه وخلقه، لكن عمر وابو بكر لم يرتضوا عمر خلقه ولا دينه. سهلا يعني. حيا الله السيد. حيا الله السيد. وجينا صوت ما في. حيا الله السيد. طيب صوتك موجود. نرجع الحديث. اي تفضل. أنا أشوف آخر دمالة وقت آخر أوقات الرسول صلى الله عليه وسلم أكالوا العباس، يعني كان في باين إنه في بغض ترى البني هاشم. جاء العباس وقال للرسول يعني ما لنا رأسنا. حجين إذا أسمعني ما عنده صوت. أسمعك. سامعني أستاذي؟ يطلع منها الكره والحسد، يعني في بغض لنا. وقال الرسول الذي نفسي بيده، يعني معنى الحديث، لا ينال شفاعتي إلا الذي يحبكم في الله ثم في شفاعتي. وأنت وبعدين سألته امرأة من بني هاشم ماذا نصنع بعدك؟ قال أنتم المستضعفين من بعدي. وفي حديث اللي هو صحح الحاكم وابن حجر في المطالب العالية، الرسول قال لسيدنا علي ستغدرك الأمة من بعدي. يعني الأمور واضحة. بس أنا أعطيك الزبدة. عندنا هنا في زي الأخ هذا مسكين، بعضهم يظن انه عمر يعني يحط مقام سيدنا علي في عمر، وهذا خطا. يظنون عمر يهرب منه الشيطان، وعمر انا ما اطعن في عمر، لكن اقول الحق، عمر لو يهرب منه الشيطان ما قال يكفينا كتاب الله، ما رد الرسول.
عمر انا اشوف صفنيه وسوء تدبير وعنده اغلاط وعنده بس مو هذه مكانتهم العاليه اللي هم معطينها بعض الجهل معطينا ابو بكر وعمر مكان عال. لا لا ابدا ابدا قال البيت هذا هو الاختلاف اللي بيننا انا اشوفه فقط. جزاك الله خير. الله يحفظك. طيب الان خلي اعطي الفرصه للاخ منه الاخ ابو عاشه وصدقه جاريه وبعدين ارجع لابو عاشه. حيا الله مولانا سالم صدقه جاريه تفضل.